والجينا قلنا جاب الخير معاه يا محلى موضوع وفي وقت جاء والجينا قلنا جاب الخير معاه يا محلى موضوع وفي وقت جاء فرحنا قلنا باب الحق فتحنا يا مفلحنا من الهم اللي داع ارتحنا ودار الحولة سالحنا شبيك ولبيك نساء شبيك ولبيك نساء ليش تمزعيق هذا يا وليدة؟ صالون جديد سمع زي هذا حطته في حوش قديم تالف منتهي الصلاحية، ليش ما رجعتيش من حولنا للفيلا وبعدين خليتي اللي تبيه يا وليدة؟ نيرني من أول ما شفته في المحل وأنا خاطر فيه بصراحة يا ميلاد، وبعدين شفيه يعني شلوه معانا للفيلا. لا 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 شتشيليه للفيلا، لا لا الفيلا هذه بروحة أثاثها بروحة. هذا تون حطوه في الجناح متاع بيلا يقدم على بيلا طبعا خلاص مش تحرك من هنايا بكر والله صح بدي خليه احس في فايدة قلت لك بريكة جارتنا تعرفها نعرفك انا ايوه العقد اللي جبتها لي انت يا مدة اخذتها مني قالت لي مش بفرح لو اعطيتي لها طبعا قلت لا ما بعدين تقول خايفة عن عقد مني ولا تسبني بخيلة ولا لا 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 عادي 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 يا وريدة عادي انت عندك شنطة مليانة ذهب جت فيها العقد ما عادش تكلمي عليها يا وريدة بصراحة يا ميلاد قالني خاطري في حدايد نبي حدايد شنو شكل اعراض هيك اعراض اعراض حدايد وغالياتها كم حد من كم؟ لا لا تقريبا ب 4000 بس يعني 4000 شوية 4000 يا بيلا يا بيلا بيلا اميغو بيلا عثمن علينا بربطه والله اثنين بالله عليك بتاعه 20 شنو شنو معقول اميغو شنو اميغو تنط عليكم البراد ولين نازلكم في الفلوس تمشوا تديروا شوين من سوق العشيه شو تديروا عاد يا اميغو انا غالب عاد انور قال لي ما تمزعقش انا مش لي لازم تاخذ بواقه رديئه هذه عاد ما تجيش عاد قول لي الحاجه وريده عاد مش معقوله اشتري لك قطان لون القرنبولي اللي تاكل فيه قبل لا والله معلش انا المفروض تاخذه بلاش وراح عندي سوي شنطه معلش اصلا احنا جدد على الثروه يا ميغو بيلا بيلا اصرفوا بحزقوا دبيني معاكم بيلا شو تبي اخرى تبي فرش قال لي نبي فرش تبي فرش يا بيلا 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 عثمن علينا يا بيلا اعطينا أيوة. شي خمس رباطي ستة يا بيلا خمسة ستة بس وهذا واجد يا سلام واجد حاجات اخرى ذكروا ذكروا شو ناقصكم نبي محرك ضي بعد يطفى علي الضي نبي ضي حوشي هذا الحجر قدام الجيران كلها طلبات اكل عاد وريدها معلش محرك ضي تبيش كبر السوري شو تبي نطلب شو تبي نطلب جرخ تبي جرخ تبي
والله ماني عارف. المفروض تطلب حاجة. هي الفيلا اللي بتاخذوها هذه فيها فرش وفيها كل حاجة، يعني أثاث وكل حاجة. معلش. بس دوروا حاجة تخرج. نبوا رباطي. نبوا رباطي يا بيلا بيلا. عفن علينا بيلا. على طول. نبوا نعوموا في العشرات يا بيلا. أيوة حبيبي. أيوة يا بيلا. أسيبني غادي شوية خليني نعوم فيهم يا بيلا. عايزك خليني نسقط صالته يا بيلا حبيبي انت يا بيلا. ايوه لا لا ما عادش ديروا لي جو هذا عاد. واش ذكي سماطة خلاص عاد كل واحد حاجه تجي لعنده. سكنتولي عاد انتو هنا عاد ما تجيش عاد. يا اخوي ماهيش منا احنا منك انت يا راجل ما عادش حقناه بنك. أطيق علينا يا سيدي حتى لحنا أريدنا الحجر صوابعنا يا سيدي. هو الحجر صوابع كان في حوشكم يا سيدي علي جيت الحاسبين عندي أنا. باش طفي النية يا بلال بعد كلمنا راجل خديه باش علينا شوية قد نعيش وخل فرق بعدك موصي علي تفيتي بمشوار أنا قنوع عرفتو. خليكم زي العي البقيرة يا شلط يا راجل. العي البقيرة حاجة تجينا عنده. بشوري حاجة يا فندي. يا شلط عليك هذه حكومة. هذه حكومة بلاد نبيك تحكي لي بكل صراحة. أيوة. نبيك تقول لي صراحة. نعم حاضر. منين جبت الفلوس هذين يا بلاد؟ الفلوس هذين عطاها لي بيلا. بيلا من بلاد؟ بيلا أخو أنور. أنور من؟ أنور ما هو وريد. وريد هو يا فندم القصة تبدأ من برا عرفت كيف؟ برا شنو؟ أيوة برا شنو؟ قلت لي برا شنو؟ صلاتك عزيزة. أنا يا سيدي كنت نخدم على باب الله يعني أنا نقشر على باب الله ونخدم في الخمامة في المخلفات يعني فهمت كيف؟ نقشر على حالي يعني مرة نحصل ثلاجة مرة سخانة قديمة هيك نصلحها نخبش شوية ونبيع طحت في البراد هذا روحت بيه الحوش جيت ننظف فيه بعد حفلة طلع في دخاخين يعفن طلع أنور فرحت حساب المارد مارد البراد فهمت كيف؟ البراد وديته يا ها؟ وديته البراد؟ براد قاعد يا فندي موجود براد دخل ولا لا؟ طلع لي في الحوش دخل معايا ولد مش مظبوط طلع ايوه شويه طلع قال لي ما نطلعش قلت له خطاني قلت له ما عادش تعرفت معاه تعرف قريب قتلت حتى القتل استغفر الله يا ربي والله العظيم الله ولكن ما باش نصك قصتك وقصت الفلوس اي تو جايك بالكلام انا شويه قال لي ما نطلعش نطلع لي اخوتي قلت له طلع فيهم طلع فيهم من براد طلع فيهم اخوته من برا طلعوا ما ينفعوش كلمه اخر واحد بيلا طلعنا بيلا قعدت هنا انا ما تحكيليش على قصه بيلا ولا انا منين بيلا الفلوس هذه مين الفلوس المزورات مين المزورات الفلوس زواجي كنت مش عارف الله يمندري عليه انا تو المهندس لازم وين مين صار والله انا على حساب الموظف هذا ما بي بيلا جاب لا بيلا ولا لا بيلا جاب اسكت بس صبي لك هنا صبي هنا تعال يا حاج نعم اسمع يا حاج وليدك يوم احكي لي بصراحة وبصدق لمصلحتك حاضر نبي نفهم الفلوس هذي منين جايك بيلا هذا من؟ خو أنور من؟ خو ضو ضو شنو هذا؟ خو ضاوي في ضاوي أخرى ضاوي منين؟ معور ما لحد يا باتي نحكي لك حتى قصة هذا لجا جودة واخ يجيب لي قبل يا باتي من الكنايس ويحرم في اللي في الصالة مخلفات ونا عمك علي معيشة غير ننظفه أنا ما دخليش بالحب جبال من الفلوس هذين منين جن ما من براد والفلوس من براد هذين منين جن بيلا من براد
طلع من برا هو طلع يلا انا ما تمشي في صراحه يا حاج جلدي تحكي لها في الصراحه هي والله نحن نحكي لها في الصراحه والله اول مره والله والله اول مره جاب بينا ولا عقار لنا الفلوس سبي راسك اسمك سعيد عبد الله ملقب بشرط بلا شرط نبيك تحكي لي بصراحه ومن دون كذب ما سمعتك نبي نفهم الفلوس هذينا منين هو ضاع يا فندي لما طاشك انا كنت معاه في المستشفى ضاع من وسباحه تو اول ما طلع من البراد يضرب طول شلطني انت بترد على قصه البراد يا راجل احكي لي الصدق انا اقولها الفلوس المزبرات هذينا كيف جبتوها كيف درتوها من بيلا يا فندي بيلا مالو خو أنور أنور من؟ خو ضاوي أنت زيدان؟ أنا زيدان والبراد يا فني أصلاً أنا ليش على قصة البراد أنا بناء قصة الفلوس هذينا كيف جاي؟ الفلوس ما في شيء أنا عندنا ميلاد يأخذ فيه من نسيبة ويعطي فيه لنا وبيلا عطونا كلنا فلوس نحن بيلا من ورا؟ بيلا هذا اللي هو جاي نعرفوه احنا عن طريق من؟ عن طريق هذا ميلاد بتاع الكنيس يا راجل انت راجل طيب اكيد ان قصه الفلوس هذه مزورات كيف طلعت؟ مزورات؟ مصلحتك ها يا يعني عن جد مزورات والله ما عندي علم يا فندينا والله انت قلت هذا الرب هاك يمي والله ما عندي علم مش عارف انا من تفضل بيا طلب تفضل طلب الله يفتح عليك ايه يا فندم موضوع اكبر من كونه تزول عنده بس الغريب انه نكلم التوقيع على ناس اللي جابه يا براد يا بيلا ما يا فندم نعمل تحقيقات بيلا هذا ما عرفناش لا الوان لا عرفنا لا شيء تمام يا فندم تمام ان شاء الله الحق ناخذ حق حق ناخذ وبعدها نرجع نحط ان شاء الله حاضر حطك الله ان شاء الله يزيد والله يقولون اسيب بيه لابني يفرج تمام يا تمام اي امر يا فندم تمام تمام اوكي ميلاد نعم احكي لي قصة البراد هذه اللي كلمتوني بها والله قصة طويلة هي يا فندي بس احكيها لك يا سيدي انا البراد هذا لقيته في القمامة اوكي لقيته في القمامة روحت بيه للحوش جيت ننظف فيه طلع منه مارد اسمه انور مارد بارد وصامت ومالغ ما فيش شي فايدة بك تكرهني في معيشتي سرق مني الكستاتة والبدنية وباحن وبعد يصرف على الحوش يجيب لي في دجاج مجمد المهم درهت كبتي منه لزيته ما باشي يمشي ما باشي يمشي قال لي طلع لي اخوتي اللي في البراد خوتك في البراد يا انور اخوتي في البراد طلع حمية ونمشي قعدت نتعب في البراد كل مرة طالع منا جني كل مرة طالع منا مارد وهو عريق مرض وفي سامي يموتوا ما يقدرش يومين ثلاثة دورة الحياة بتاعهم وتصير هكا في سامي يموتوا زي دورة حياة البعوضة عرفتوا وما فيهمش فايدة كلهم حرام ما فيهم فايدة ما عدا الأخير هذا بينا الوحيد اللي فيه فايدة ولو كان حساب أنا الفلوس هذه مزورات والله ما حطيت فيه يد الله قسما بالله لو كان حساب المزورات أنا راجل حلال يا فندي والله راجل من تاع حلال ولكن من عرق جبيني لكن دايم استثمار في الكنايس نستثمر في الكنايس ما نبيش الحرام طحت في ولدها الحرام هذا بينا جاب لي فلوس مزورات اشتخمني لا لو حكيت برا الرضا يطلع المال تهك اشكال والوان عرق يا فندي والله يا فندي لو كانت فكنا منه خير لو حكيت البراد هذا يطلع
يا فندي قلت لك فكنا منهم يا رجل والله ما ينفع والله تعبان وش جابني انا هاك البراد وريني يا بلال وريني نور عيون الحب أيوة ما ينفع قضاء قدك قدك شطط نار الحب أيوة ما ينفع دواء عارف يا ميسي الأغنية هذه أحسن ما غناها أنت بجودة بيك يا غالي كلمات ولحنا وشوية ومقطع كيف يا غالي مفروض تشارك أنت حفظها سيدي كان الدمع يرده اكيد وانيها لنا بقى نور عيون الحب حتى هي ما ينفع قضاء عادي شطط نار الحب ما ينفع دواء ولسه فاكر كيف نور عيون الحب والله يا بالزاوية بيك هاي وريني يا فارح هاي وريني خلاصك هني هذا هو الكلب بتاعك انت لا شوي توي يحفن توي يحفن وافطر صار افطر والله ايش نفطر يا رجل عرفت شوي بس كان اقول لك انا ما اطلع يا رجل عيب عليك يقول فيها بيه والله قسما بالله قبل لما كنت نازل فيه كان يحفن في تحفين ما احكي لك عنه طيب وين العتب اللي يحفن فيه تحت علي هذا الحمد لله الحمد لله طلع عليك ما كنت تنكب قسما بالله مش كنت تنكب الحمد لله يا رب الحمد لله هاي صديق اهلا وسهلا هذا صديق المحامي كيف محامي يا انا ساكت اسكت شهادة انا عندك انت يا هو انت اخو انور اخو انور اخو الذي كنا من جنون اللي قلت لك عليهم قسما بالله شوف الراجل اسكت انت الراجل يا راجل يقول لك هذا مال جني ما انت انت مال اسكت ما يا اسكت تفضل صديق تفضل صديق من هذه ايش تفضل شكرا يا جمال شكرا يا جمال معليش سيدي بارك الله فيك في عندي توكيلات من اثنين واحد اسمه شلط واحد اسمه زيدان الملقب بمشلول الفم نفس القصه بتاع هذول تزوير اموال كويس بس ارجوك انا عليما درست ملف القضيه ارجو الافراج المؤقت عن الموكلين ده زبيله اخوه بينا يا رجل اخوه مش اخوك انور اخوك مش بين عمري ده ليه يا ناس حرب عليك ده مش عمل انا والله ما نعمل هذا والله يا اخوه اسمع اخوك راهو اللي بيطرشك الشايب الكبير اللي عندك طول واجد ما ترى الله احمد ضروري العزل تاعك قدام الحوش والله قسم بالله حتى تشربيه بزربيه من السكوطه مفتاح العزل باهي بس كل العالي ضروري العزل باهي يا رجل اسكت اسمع انا كلمتني معاك راهو اسكت خليني انا كلمتني معاك استاذ جمال اطالب بالافراج بناء على القانون رقم 14 لسنه 36 في الفقره رقم 3 من قانون الدائم لعند ندرس ملف القضيه الاثنين هو بس يا ريت فكرني يا ناس يا شو بتصير انت فراش كيف يا راجل انت جن هذا جن يا راجل جن تعال مارد والله طالع من براد الله قسما بالله طالع من براد اقسم بالله انا ما بقدرش ما عرفتش يا استاذ انت تقدر تطلعنا يا رب كيف هذا تلميذي هذا هذا جمال هذا حافظ اسمه لعند تونا جمال جميل حسن حسونة بارك الله فيك كنا منكبين برغل بارك الله فيك كان تعبنا بسندوتشات الزعتر اعطيني هاي ديري لي توكيل بس وقعينا هنا نشدك يا وريده وريده يا وريده جني يا وريده مالك افراج مؤقت بناء على القانون رقم 14 لسنه 36 والفقره رقم 3 يا وريده يكون انا عندي المنيابات والمراكز نقلني ما عندي فين يا وريده ما دخلني فيك لا عندي المراكز والنيابات لا بعدين يا وريده احسن كذا قدام السيد يقول لك خاطيه يا جماعه عمرو خليك في حالك خيرك
هلا فعلا فعلا مجرمين لك زوجها ولا تخلص ما كانش تندري عليه سنين ما عادش سنين في الأشرة ولا تفضل يا حبيبي عادي صبر عليك يا استاذ ضياء اسكت نعم تفضل أي خدمة يا أستاذ سلعومة تفضل استاذ ضياء مع السلامة سامحنا معلش معلش استاذنا اسكت قلت لها اسكت خليك تفاهم معاك أنت هبلتني تعبتني اسكت قريب من دير يقول لك حاجة مستقيل أنا من دير سباقك القانون رقم 14 لسنة 36 وتعديلاته في الفقرة رقم 3 يقول إن أنتوا طالعين إفراج ومتابعة عارفين شو معناها؟ باوي هذي شنو معناها يا أستاذ؟ معناها إفراج مؤقت يعني في أي لحظة ياخذوكم الموضوع مش سهل الموضوع كبير موضوع كبير مرة في جلسة أنا وسيناتور أمريكي اسمه دافانبي كنا مكزدين في نادي عراء في نادي الرفق بالحيوان اللطيف فتكلم علي أن المواطن لا بد أن يعاقب على الأفعال التي يكون فيها غبي لأن القانون لا يحمل المغفلين كيف يعني؟ يعني ممكن يبيح بيه في لحظة ريت يا سيدي أنا قريت ملف القضية واكتشفت أنه هو بناء على القانون رقم 14 لسنة 36 وتعديلاته في الفقرة رقم 3 يقول أن أنور شخصية مهمة لازم نلقوا أنور لأنه هو اللي بيدلنا على بيلا لا لا أنور من أول ما جت الشرطة اختفى ما عادش بان علينا بكي كويس لا أنور قال باتي عامل فيها معاملة سيئة أنا ما عادني بنجيها تبا ليش باتا ما ليش باتا ما شو ولدي تبا ليش تبا منتو هو قال هيك أنا ما شوري شيء القانون رقم 14 لسنة 36 وتعديلاته في الفقرة رقم 3 يقول أنها يعني ينص يا فردة بالدحي لأني ناجعان وبعدين ما درزوك توقعش وين يقو توا يا شرط أظن قاعد يخربوش وهو بقير على البحر جعان جعان